كارت انجل ضد بارون كوربن. المباراه شغاله دلوقتي، دي واحده من اخر 3 ماتشات في العرض. كارت انجل ضد بارون كوربن، بعديها هيبقى ماتش بوبي لاشلي ضد ديمون فين بالور، والماتش ده هيكون يعني دقيقه ونص دقيقتين بالكتير، وديمون فين بالور هيفوز بيه باذن الله. والماتش الاخير بيكي ضد شارلوت ضد راندا. فحاليا بارون كوربن ضد كارت انجل. توقعي كان ان بارون كوربن هيفوز، طبعا بارون كوربن هيفوز، ده اخر ماتش كارت انجل، يعني ما ينفعش يدمروا مسيره بارون كوربن كلها عشان يدوا لحظه راس المنيا اخيره لكارت انجل. End of days! In the end of the career! One, two, three! الماتش كان سريع وجد. بارون كوربن كسب كيرت انجل في 10 دقايق تقريبا، يعني بيبقى كده ماتش فين بالور وبوبي لاشلي هيقعد اكتر من اللي انا توقعته، بس بارون كوربن كسب كيرت انجل يعني بسهوله جدا، 10 دقايق. اتحداكم لو الماتش ده كمل 10 دقايق انا مش متضايق، لانه انا مش من الناس اللي بتكره بارون كوربن، يعني انا عادي بالنسبه لي ما بكرهش بارون كوربن، فانا مش متضايق، وانا كنت متوقع النتيجه دي من الاول، فيعني الموضوع بالنسبه لي عادي جدا. يودون صاد كنت انجل اعتذر يا جدعان. استنى تسقيف يستحق كورت انجل على الكارير بتاعه طبعا، مش عارف، مش حاسس باللحظه يعني قوي، لكن الجمهور متفاعل مع كارت انجل يعني ومدوله لحظه حلوه بالنسبه له هو، لكن انا بالنسبه لي نهايه الاسطوره زي دوت، يعني على الاقل كانوا يظهروا ضعف منه شويه في الماتش، ان هو خلاص ما بقاش قادر يكمل. هي دي الطريقه اللي تخليك تتعاطف مع الراجل دوت في اخر ماتش ليه، لكن ده ما يمنعش ان كارت انجل كان عنده كارير حلو جدا وكسب احترام الناس فعلا من 20 سنه في عالم المصارعه الحره. ماتش كارت انجل وبارون كوربن خلص، وبارون كوربن فاز بالماتش دوت وبس.